الله أكبر الله أكبر. اسمي لطف الرحمن عبد المحيد. من الطفولة حسيت أن قدوتي هي القرآن اللي راح تساعدني في حياتي كلها. بدايتي كنت أتمنى أن أكون إمام، كنت أصلي فيهم في الحجرة لحالي. أول ما سمع الوالد صوتي يوم كان عمري 8-7 سنوات ما أذكر، فتفاجأ الوالد سبحان الله، كان يشجعني أكثر وأكثر، وكل يوم يوميا كان يقول لي أنت تقدر، وأنا وكان حلم أنه يبي يشوفني أن أكون مأموم. حاولت الحمد لله وصلت، والحمد لله الحين أقدر أصلي في الناس بدون خوف. والدة جزاها الله خير أعطتني الراديو، فيوميا وأنا أسمع الإذاعة القرآنية وأنا ألعب وأنا أنام. شاركت في عدة مسابقات ومن ضمنها مسابقة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال في فئة القرآن الكريم. أذكر يوم أول مسابقة لي، صح أني مرت بالصعوبة بس تعلمت منها أن نفس ما وصانا الرسول أن نكون صابرين، فأنا صبرت المركز الثالث. اللهم لك الحمد والشكر. الوالد كان حلمه من طفولة أني أنا أكون من كبار القراء بإذن الله الواحد الأحد، إن شاء الله أحقق هذا الحلم. الوالد بعد يحب الزراعة ويحب يربي حيوانات، وأنا منها بعد تعلقت في هذا الشيء. أول ما أطلع القطط تجمع عندي أعطيهم الأكل، فهذه هي صديقتي من الصبح تكون موجودة معي. حتى الرسول وصانا أن بنحب الحيوانات، وكان صحابي أبو هريرة رضي الله عنه كان عنده بعد قطة صغيرة كان يلاعبها فسموه أبو هريرة رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوتي، تعلمت منه الكثير والكثير، أن يكون في طاعة الرحمن وأن أكون صادق أمين وحفاظ القرآن الكريم. أكثر الأشياء اللي كنت أحب أسويها أن أرتل أقرأ القرآن أي شيء، ف تونسني أكثر لأنه خلاص تعلقت فيها من الطفولة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ضاءت بك الدنيا وعشت ممجدا، وغبت عن الدنيا وما زلت سيدا، عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمداً.